واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. هذا وقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 5 أطنان من مخدر البانجو ونصف طن من مخدر الحشيش قبل محاولة ترويجها قبل عيد الفطر المبارك. نتابع. محاولات يقوم بها العناصر الإجرامية لإغراق البلاد بالمواد المخدرة استغلالا لفترة الأعياد، لكنها تقابل بضربات أمنية حاسمة من أجهزة وزارة الداخلية تسهم في إحباطها وتحمي البلاد من مخاطرها. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس لترويجها على عملائه بكافة المحافظات قبل عيد الفطر المبارك، وأعدوا لذلك مخازن سرية بعدد من سيارات النقل بهدف إخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية. باستخدام التقنيات الحديثة وفي ضوء عمليات الرصد والمتابعة الميدانية وبمشاركة مديريات أمن السويس وجنوب سيناء والدقهلية، استهدفت الإدارة عناصر التشكيل وسيارات النقل المستخدمة في نقل المواد المخدرة واستطاعت كشف المخازن السرية. ونجحت الإدارة وفي ضربة أمنية قوية في ضبط 3 أطنان من مخدر البانجو ونصف طن من مخدر الحشيش و200 كيلوغرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون تزن 10 كيلوغرامات، وضبط 4 سيارات نقل بمقطورة وسيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، كما تم ضبط قرابة 1,000,000 جنيه بحوزة عناصر التشكيل الذين تم ضبطهم وهواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب44 مليون جنيه. كما تمكنت الإدارة بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية والجهات المعنية من ضبط 1.5 طن من مخدر البانجو تقدر قيمتها المالية ب1,500,000 جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المواد المخدرة المضبوطة 45,500,000 جنيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.